أعلنت قبرص والمملكة المتحدة إرسال أول شحنة من المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة. ذكرت وزارة الخارجية القبرصية أن شحنة من المساعدات الإنسانية تبلغ حوالي 90 طنا قد وصلت إلى بورسعيد، ويتم نقلها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري إلى ميناء رفح البري، وأن الشحنة التي تقدمها قبرص تم نقلها على ظهر قطعة بحرية بريطانية، مشيرة إلى أن الشحنة تشتمل أيضا على 10 أطنان من الأدوية التي ساهمت بها جمهورية قبرص.